دي واحده من النقط الايجابيه اللي كنت بتكلم فيها، انه يعني احنا كنا طبعا باصين للاربع ماتشات اللي لعبهم النادي الاهلي بعد ما تاهل للنهائي على انها فرصه لاستعاده القدره على المنافسه على الصداره مره ثانيه، وانك انت تحتل صداره الترتيب، لكن كان جزء كمان منها انت بتطمن على فرقتك وعلى مدى جاهزيتها لنهائي دوري الابطال. واحده من النقاط الايجابيه اللي لاحظناها هي قدرات الاهلي الهجوميه وقدرته على التهديف. هنتكلم على اربع ماتشات ب 12 هدف، اثنين في بيراميدز، اثنين في المقاولين، اربعه في سموحه، واربعه امبارح في المقصه. وهتكلم معاك شويه عن المقصه امبارح، تقييمك ليها، شايف ده مردوده ايه، وايه اللي ممكن تكون كمان استفادات ثانيه بالاضافه للقدره التهديفيه بالنسبه لا للأهل. المؤشر النادي الاهلي نادي بطوله، مؤشر النادي الاهلي نادي بطوله، نادي بطوله النهارده حتى المباراه المؤجله بيلعب عشان يكسب الثلاثه بونت. فلازم اي مدير فني النهارده مثلا موسيماني والجهاز الفني اللي معاه انه بيلعب بشق النهارده شق هجومي لازم عشان يكسب، لان لو خسر بونت او بونتين او تعادل او في هزيمه لا قدر الله برضه بتقلق الجماهير. ولكن الحته الشق الهجومي ده بيدي ثقه للعيبه، بيدي ثقه ايضا لجماهير النادي الاهلي، بيدي ثقه للجهاز الفني. ايوه، ان دائما النادي الاهلي قادر على احراز الاهداف في اي وقت، وخصوصا في المباراه المؤجله. المؤجله لازم يبقى النهارده النادي الاهلي يكسب هذه الثلاث نقاط. النادي الاهلي الحمد لله عنده عناصر كلها مميزه، عنده حسين الشحات، عنده محمد شريف، عنده كهربا، عنده كل الناس، عنده مروان، عنده مين تاني، عنده لعيبه كتير جدا، صلاح محسن يعني عنده كل اللعيبه، عنده قفشه، كل اللعيبه بتقدر تسجل من خلال الشق الهجومي. فالشق الهجومي للنادي الاهلي يعني حتى في كل المباريات تلاقي النادي الاهلي دائما في خطوره على مرمى الفريق المنافس، لان زي ما قلت لك عنده الجراءه، الجناب بتشال كويس، عنده النهارده زياده عدديه حتى في خط ال 18. فكل هذه الامور النادي الاهلي بيستثمرها في احراز الاهداف، وبيحرز 12 هدف في اربع مباريات، ده معدل تهديفي كويس جدا لهجوم النادي الاهلي.